بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دمان ما تشرفت سقوطي حفلة ده فرقة وربحنت دور شوينك وكيل هذا إيو ديغانكا أي نودي أرسلي صوصف والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي سيدي هلك الله حسي وحكم إذا حبنه وزارة الدين تي وقفته أي أصح الشيء وقتها إن كخيب جلان وحويان قددي كرتشوكتا هيد مركا دور كوزارة الدين تي وقافتا إكو أدنا كخيب قادر شدا وعي جلينتا يلا شقينتا والرضا بلشدا ريد كا وحا ومهم سنا إناي أن إلى سديد يا طبعا حبنوت لحد قبل واوين أي كغيب قاتن أو أي لهاي قبل كم رضي تشيح صد حقف أو كم دها هي قبل هذا كله أو من صد حقف أها كواس أو كشقين أي وعجلين بالعران كسميي أو كب حذاي مساجد دا سورة سنة أي رنتي وعي جليان بلشدة هنا إلى ليان إسلامر كان حوتيان نبت جليا ده عدد كسين نبت جليا أي كعود ليان هنا إلى ليان دور سنانتا هي أنش حوان أحسن هي قيم ك أي نلان هاي هنا كف قادة وحكستا ودعوعي شرفك يا حرمضة يا كرامضة قفك مواطنك إن كارهان ضدك ترتمع يا إن هذه هذه سوء مارتي سوء إلاليان وليس كإلاليو وقتك أصوك عليه إن عربك وحلقوا دعوعه وددك إنه آري عنك هذا السمينين عرب كان أي لاليان دروب بدن بانا دعاء وقتية هذه شر عليه تدكو أي دور شوي كأيو وقتية مارتي أنا أي أرمى إنه عصو كلا أي أبرة تميان وحكستو لو أبرة تميو وهذا اللي رب بدن بالغي أبا مرك خاركوت إن الله يمدان فعائل أن كون أكسرين حق مارتي أنشحة قارب ظني وعلى جبهة هنا عباداتك هنا كيف تكان صلاتها هنا يهدد بحكم ما يستعيديان هنا فيسبوك يدا إيو برا بلشدة آد يآد أي سقوم معاقان لكن واحد كستبعي تايبا مارك الله يقول دورو شو إنك كخب صوبي ما أنت أفريكا وحلو رنكرا ودورشودي أقوه في نيد أقو حسرد يريد أقو ماركتي وحسدو مرينتا يريد أن تأثير واحد موجسي ودونك أردن تستي إن سومالي لان أي تاي وضن كوري حق وعيه هي حق فهمك وضدك أي دون ينكليا إن أقف ولا بعده ومرك هاي سقوار كايو إنه مرحلة دن أذن كسار كرو أما متل كرو إنه دورنا هي أنت مرك عن كي ما تو أن وحى أن دون يا الله ما يري قرعة إن كو ختمه مدوية يعني دورشة ده وحى كده موقتي إن هؤلاءكو دون ين إلا دورتو aan arinta marka guldaro ayaa ay ka tawdeen dubarku
taana waxa keenay mujtamacan oo marka hore mujtamac muslima ah oo dadka xooggiisu aaminsan yahay in la doortay inaanay dumarkaba ahayn. Inantii halkan ka hadashay Sucaad waxay tidhi saddex qolaa cadow nagu ahaa siyaasiyiinta iyo dhaqanka iyo islaamka iyo dumarka cadow ku ahaa. Eraygaasi waa eray qaldan oo aan habboonayn. Sucaad oo calaa mustawa kabiir min anuduuj bisayl badan dee uu ka muuqday inay ku hadasho maxaa yeelay islaamku cadow kuma ahaa dumarka. Islaamku wuxuu karaameeyey haweenka. Marka hore ilaahay baa badday yidhi walaqad karamnaa bani aadam, ilmo nebi aadan ilaahay baa yidhi waanu karaamaynay. Marka waa qayb ka mida weeye. Nebigeennana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annisaa'u shaqaa'iqu rijaal, raggu dumarku ragga ayay deeay maaragtay dhiggoodii yihiinoo waa isku mid oo wau siman yihiin xaggii axkaamta, xaggii shareecada, xaggii maaragtay nolosha. Xuquuq badanna wuu siiyey islaamka. Islaamku wuxuu ka keenay oo gacanta ka soo qabtay haweenka iyadoo la xabaal nololiyo. Maantana halka uu keenay waynu ogsoonnahay, bal qur-aanku wuxuu yidhi walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf walirijaali calayhinna daraja. Yacni waxay haweenkii leeyihiin xuquuqda iyaga lagu leeyahay mid lamida iyana leeyihiin. Baa ilaahay qur-aankiisa ku sheegay subxaanahu wa tacaala.